بس انا بقى عايز اسالكوا سؤال. اتفضل. بما حضرتك لعبته في النادي الاهلي قول لي. انا سؤال انا مش عارف قول كزملكاوي. هو سؤال ممكن تسال اتنين اهلاويه محرج شويه. انا وانا عندي 14 سنه في الاهلي قول. انا عارف بقى تاريخ احمد ممكن يكون كبير شويه. هو سؤال يعني ممكن يكون سخيف شويه. إيه؟ هو يعني ايه قيم ومبادئ النادي الاهلي؟ قيم ومبادئ لا هي اولا اصول بتبقى موجود فيها وبتربي على شيء معين انك ما تتعدهاش، سواء بقى انك كبير والصغير وتفاصيل معينه بتخليك عندك انك شيء معين في التعامل بتعرف تتعامل بيه مع الخصم او الشخص اللي قدامك او بس القيم والمبادئ على حسب انت ايه الموقف نفسه بتظهر. انا ماشي موقف جميل. امام عاشور ماله؟ انا شايف ان ده المفروض علق. انا معاك ان هو موقف. هو ده اللي انا كنت عايز اوصله. امام عاشور انا كنت من واحد من الناس ان يعني هو كابتن فريق كان لازم يكمل وينتهي مشواره في النادي لو هو عايز. مين؟ لا مش حسام عاشور. انت حسام انت بتتكلم على امام. امام عاشور. لا انا بشوفها احتراف انا مش دعوه. انا ما هي دي بقى النقطه انا بتكلم فيها. شويه بتبقى قيم ومبادئ النادي الاهلي. يعني مثلا حسام عاشور حصل ما عملش موقف اللي هو اللي يستاهل. ده وجهه نظري انا. الراجل ده خدم النادي الاهلي كتير. ابراهيم سعيد الحضري رمضان صبحي. اقول لك احمد ايه القصه؟ اتفضل. القصه ان كل الناس اللي شغالين في النادي الاهلي هم حاطين الاهلي فوق مش اساميهم بس. هي دي الفكره. بيحطوا رقم واحد. ده طالما حاطط النادي الاهلي فوق طالما حاطط الاهلي فوق المفروض امام عاشور ده ما يدخلش النادي اصلا. لا هو الفكره بيقول لك هيفيدنا. ما دي فوق. يبقى ما حدش بقى يطلع يقول لي قيم ومبادئ تاني. لا ملهاش دعوه. لا ازاي يا كابتن؟ لا لا قيم ومبادئ دي حاجات تربويه شويه. لكن انت في الشغل امام عاشور عامله ما كانش حاجه فيها تربويه. ما هو الراجل طلع هو دلوقتي امام عاشور موقف اتعكس. بمعنى ايه؟ ان جمهور نادي الزمالك كان فرحان باللي عمله امام. او انت بتكلمني على امام عاشور كان هو لعيب مش مصري. انا مصري ومتاح للانديه كلها مش للمصري. انا ما عنديش يا كابتن. لو انا ما عنديش مشكله النادي الاهلي ياخد امام. فانا بالنسبه لي انا بجيب لعيب كوره صح. طيب ليه الموقف ده ما اتطبقش على رمضان صبحي مثلا؟ هو رمضان صبحي ما اخطاش في حق النادي الاهلي صح؟ ما رمضان مش بمزاجه على فكره. ما انا بقول لك ما اخطاش دايما. ايوه ايه اللي حصل في رمضان؟ ما هو اللي طلع المسؤولين بعد كده والناس اللي موجودين في الاداره وكل حاجه. الجمهور مش لا 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 الجمهور زعل. حضرتك راجع التصريحات بتاعت الاداره وبتاعت كابتن المهندس عادل القيعي قال اللي عمل رمضان صبحي القيعي ومبادئ الاهلي بتقول ان هو مش هيدخل النادي تاني. ده تصريحات رسميه. تمام. رغم ان رمضان ما اساءش عمره للنادي الاهلي. لا ما اساءش الراجل. هو الراجل شاف مصلحته. يبقى المفروض الراجل طالما ما اساءش يبقى يرجع عادي. انا بتفق معاك. لو الاداره في الوقت ده شايف ان في حاجه في رمضان ان هو لا ما هو اللي انت طلع محتاجه بقى. لا ثانيه. انت محتاجه يبقى يرجع. طيب وفي نفس الوقت خد بالك ما هو انا ورايا جمهور والجمهور صاحب الراي الاول والاخير. ما الجمهور شاتم امام عاشور. الجمهور الاهلي خلاص ما هو هتعمل ايه دلوقتي؟ انت شايف ان الجمهور الاهلي عايز امام؟ لا انا عايز ارجع بس على موضوع رمضان خالص. هنشوف الايام الجايه. ده اللي انا بقى بتكلم فيه. ماشي احنا هنشوف الايام الجايه. بص يا كابتن الفكره في ايه؟ احيانا المصطلحات بتبقى مطاطيه بتظهر في اوقات وبتختفي في يعني اوقات. انا هقول لك حاجه. هي الفكره ايه؟ ان ده لعب على مشاعر الناس. سؤال والله مهم برضو كزمالك. هل التصرفات اللي بتحصل للاعب مثلا دماغه احنا بنقول دماغه تعبانه تمام بتبقى في الاهلي لعيب صغير في السن فتصرفاته مش مسؤوله هل بيتم انها بتتساب كده؟ وهل في الزمالك بتفضل زي ما يعني بتفضل بتتساب برضو ولا بيبقى بتزيد؟ بص هقول لك هي برضو دي هي متوقفه. انت بتتكلم مثلا على ناس معينه. ما هي متوقفه على اللي بيدير. لا هو الاهلي اسلوبه كده طول عمره. يبقى امام عاشور ما يدخلش. لا مش عارف شخص مش موجود اصلا. أنا عندي ما انا بقول ده يعني عشان انا شخص. مش موجود عندي اصلا. هو مش متربي عندي اصلا. حلو. هو راجل محترف بره. انا شايف ان هو هل معنى ان هو مش متربي ان انا اتنازل عن جزء مبادئ عشان اجيبه؟ هل معنى ان هو مش متربي عندي ان انا اتنازل عن جزء من مبادئي عشان اجيبه؟ ماشي انت بتتكلم. انا انت برضو امام عاشور مش لعيب بتاعي اصلا. ما هي دي الفكره. ده اسوأ ان انا ما اجيبوش اصلا. مش عايزك والله. هو لغايه دلوقتي اصل الراجل ده ما غلطش في جمهور. ده الراجل في النادي الاهلي ككيان غلط فيه. في رموز النادي الاهلي والكابتن صالح سليم غلط فيه ومش اي غلطه يعني. ده وفي كباتن تاريخيين في النادي الاهلي. انت يعني مش عايزه يجي؟ مش انا كده كده مش عايز يجي. خلاص هضحك عليك لو النادي شايف بس انا الفكره دي انا ما بحبش اللعب على دغدغه مشاعر الناس. مين لغايه دلوقتي اللي هم فهي الفكره بالنسبه لي القيم والمبادئ. الكلمه دي بتظهر في اوقات وبتختفي في اوقات. ده اللي انا بتكلم فيه.
المفروض المبدا والمبادئ والقيم هو خط مستقيم محدش هيقطعه لا هيمشي لا يمين ولا شمال على التخين. انا بتفق معاك انا بتفق معاك، بس في الاخر انا كنادي بشوف مصلحه ايه اللي يسعد جماهيري، فبالتالي بشتغل عليه في ماتش عشان بس وقت عشان الساعه 1 ولا ماتش فيوتشر جمهور النادي الاهلي طلع وهاجم امام عاشور. طيب خلاص خلاص ده حاجه جميله يعني، شايف ان الجمهور انا شايف هو صح. انا مع وهو رقم واحد، خلي بالك انا مع جمهور النادي الاهلي في الموقف ده، ومن خلال الجمهور بتستمد قوه الاداره في ان هم لا يجيبوا لعيب لا ما يجيبوهوش، ولكن في الاخر انا كاداره مطالب مني ان انا اجيب احسن لعيبه عشان اسعد الجمهور اللي موجود في الاستاد. بس انت ماشي اوكي، بس انا بكلمك اصل كده احنا نرجع. انا مش بدافع عن حد على فكره، أوكي. انا معاك جدا جدا جدا، لان انا شخصيا بس لما انا بقول الحقيقه سواء بقى على الزمالك او الاهلي الناس بتنتقدني انا شخصيا، ده طبيعي فهي حقيقه.